السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أخواني الكرام. بعد يوم خرافي في البداية معكم أحمد أو شقك سبونج، الناس اللي توها تدخل من هذا المقطع. أنا بدأنا تحدي أو سلسلة جديدة وهي إنشاء نادي من الصفر والمشاركة في كأس العالم للملوك الكينجز ليج، وبدأنا من الرياض بتكوين الجروب والطاقم للنادي لتكوين فريق من إدارة ذات خبرة عالية للمشاركة في كأس العالم للملوك من نسخته الأولى. ولله الحمد أخواني الكرام، وصلنا إلى الآن إلى الحلقة السادسة بعد الفوز الساحق في مباراتنا الأخيرة، والفريق اللي لعب ضده كان من دولة البيرو، وصار اللي صار من حركات تسكيت من طرفهم وبكاء ورد الفعل من جهتنا بعد الانتصار الساحق. طيب تعالوا معايا، اول شيء خلونا نسولف معاكم. انا الان بالفندق، الفندق اللي فيه اللاعبين متواجدين، سوينا حركه جميله اليوم، وبعد فوزنا امس كانت الفرحه عاليه على الجميع وكانت المعنويات مرتفعه جدا، وكان الفوز الاول مهم جدا. ليه يا احمد؟ لان الفوز الاول المعنويات ترتفع بعده، والثقه باللاعبين والفريق ترتفع اكثر، والحمد لله رب العباد تسرب نتيجه 3-2 وتاهلنا للدور اللي بعده، وظهر لكم الجدول قدامكم بالشاشه. هذا الجدول هو جدول البطوله، كان باقي لنا مباراه، والمباراه الجايه متى بتكون؟ مباراتنا الجايه باذن الله يوم الخميس راح تقام الساعه 1 فجرا بتوقيت المملكه العربيه السعوديه ومكه. صح ان الوقت متاخر، انا داري بيكون فجر، وانا ادري ان في ناس عندهم اختبارات، ولكن مش بيدنا يا جماعه، كسرنا الرقم وقدرنا نسوي حاجه اسطوريه، وصلنا في هذاك البث لاكثر من 557 الف مشاهده في بث واحد. مو بس كذا يا جماعه، اللهم لك الحمد زدنا فوق 20 الف مشترك في اليوتيوب. ولكن في حاجه تزعل يا جماعه شوي هنا، ايش يا احمد؟ طالعوا احصائيات المشتركين والغير مشتركين، ظاهره قدامكم يا جماعه، في نسبه جدا كبيره قاعده تتابع المقاطع مو بمشتركه. والله نقدر ندخل ال 15 مليون بالمكسيك. وصح ان في اشياء ترفع من معنويات الفريق وتزيد حماسه، وهذه تفرق معي انا يا احمد شخصيا. فبسوي معكم حاجه بسيطه، رامي ابيك تطلع تايمر 3 ثواني، التايمر هذا الان وانا قاعد اتكلم انزل ضغط اشتراك. بسم الله ضغطته. الله يسعدك سعاده الدارين، واسال الله انه يرزقك الدرجات العليا في الدنيا والآخر، ويسر امرك ويشرح صدرك ويحلل عقده من لسانك يبقوا قولك. لكل واحد يطالعني واللي ضغط اشتراك. عموما ندخل بالعميق الان. ابو عزوز ياسر القحطاني سوى حاجه جميله اليوم، حجز غرفه. الغرفة هذه يا جماعة تعالوا نوريكم وش الغرفة هذه بالضبط. طيب بسم الله، الغرفة عبارة عن سويت بسيطة، هنا عندنا حمام، جاكوزي، خداء. ليش؟ يبون يسوون حاجة مع اللاعبين، يبون يجيبون براميل ثلج بعد كل تمرين، نعبي الحمام وانتم بكرامة ثلج، أو نجيب برميل ثلج لأن ما عندنا مكان مهيئ نبدأ بنسويه من عندنا، ويصيرون اللاعبين ياخذون جاكوزي بارد بعد كل تمرين عشان الشد والأمور هذه. الغرفة هذه ميزتها يا جماعة الخير كبيرة وشرحة، وفيها جلسات هناك يصير الطاقم الإداري يقدر يجتمع مع بعض فيها ونتناقش. والآن بدخلكم بالتفاصيل لأنكم تحبون التفاصيل وتبون تعرفون إيش بيصير بعد المباراة اللي لعبناها، وإيش بنسوي، وإيش خططنا واستعداداتنا للمباراة القادمة، بدون ما نوضح ونحرق طبعا على الناس اللي ضدنا. عموما تفضلوا معنا. طبعا روب يا جماعة الخير توه واصل أمس، واللهم لك الحمد جاب لي ندومي لأن الأكل هنا صعب جدا. وهذا الرجال طيب جايب تمر، تمر الله يعطيك العافيه، وقاعد يسوي قهوه عربيه. فالان قاعدين نحاول نتاقلم مع الوضع هنا لان الظاهر احنا مطولين، وراني بطلع من البطوله بسهوله باذن الله. انا بالعكس انا مساء الخير. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. كيفهم؟ معلش على مقاطعتكم، ولكن الاخوان هنا مهتمين بايش الخطه وايش الجاي. فابغى الكنبه هذه عليها المدرب ومساعد المدرب وابو عزوز الله يهينه. اليوم بنسوي معاكم جلسه عصف واستحضار ايش القادم وايش النتيجه وايش صاير وايش ما صاير. ممتازين؟ نسوي بالله دكتورنا. بسم الله. اولا الله يعطيكم العافيه. اللي صار يا جماعه الخير في المباراه الاخيره اسعد كل من يناظرنا الان. الناس في ودها تنزل، ودها تسافر. انا ما استبعد المباراه الجايه نلقى ناس معنا ترى. صحيح ان في ناس جونا في المباراه الاولى، وانا اشكركم يا جماعه، وصاروا مو مجبورين، والله يعطيكم العافيه على دعمكم، يكفي دعمكم بكلامكم وتحفيزكم هنا معنا، والله يغنينا. نبغى نسولف معاكم ونبي ندخلهم بالتفاصيل. فزنا في اول مباراه، باقي عندنا مباراه واحده بعدين دور 16، وكل ما الافرقه تزداد صعوبه ويبقى الفريق اقوى واقوى. دور ال 16 راح يكون بعدها ربع نهائي، نصف نهائي، النهائي، يعني تقريبا اربع مباريات، اربع الى خمس مباريات. مباراتنا القادمه راح تكون يوم الخميس الساعه 1 الفجر في يومنا هذا. احنا اليوم باليوم الثلاثاء بعد البطوله او المباراه الاولى بيوم واحد، لم يحدد الفريق اللي بنواجهه، راح يلعبون مباراتهم بكره وهو بين فريقين، وراح تطلع لكم صورتهم قدامكم، الفريق اللي راح يفوز واللي راح يكون ضدنا بالجوله الجايه. حلوين حلوين، وكلنا متفقين على هذا الشيء. عندنا المدرب ومساعد المدرب ورئيس مجلس الاداره ابو عزوز. نبي نسمع يا جماعه ايش الخطه الان اللي بتصير، ايش الترتيبات اللي بنسويها، انطباع المباراه الاولى، وين التوجه. نبدا. انا اتوقع ان احنا اتفقنا وقلنا لك بسوي الفجر، خلاص احنا بنسحب من البطوله. يلا انا بمشي معك، انا بمشي معك. بنسحبون والله ما اجلس لحالي، خلقه الشطاط خربان.
انا افضل البدايه تكون عند الكباتن، تفضلوا. والله اول شيء يعطيك العافيه. الله يعافيك احمد. ان شاء الله اعدادنا راح يكون المباراه الجايه اعداد قوي جدا. اليوم مرتاحين، لكن بكره ان شاء الله راح يكون اجتماع فني، راح يكون تمرين مدة ساعتين تقريبا. ممتاز. اليوم خذوا اللاعبين، اعطيتهم اجازه، اعطيتهم يوم، اعطيتهم راحه اوف من بعد الساعه تقريبا. لاحظت انك سويت بالجدول حق اليومي انه من بعد ثنتين عندكم راحه الى 7 الليل. طبعا كل يوم يا جماعه ابو صبري والشباب الله يعطيهم العافيه ينزلون جدول اليوم للفريق من الساعه 5 الصباح الى الساعه 5 الصباح اليوم اللي بعده، ايش بنسوي في كل ساعه وايش عندنا في كل ساعه، وهذا الشيء يساعد على تنظيم الفريق ويشكرون عليه. فاللي صار الان انه اليوم الاول اللي بعد المباراه الاولى خذ الفريق اجازه يريحون فيها جسمهم، يريحون امورهم. في بعض الاشكاليات واجهتنا اذكرها لي وخضرات، ابيك تكون صريح. من العيوب اللي الصعوبات اللي الصعوبات اللي واجهتنا صراحه الجاكوزي، يعني بعد كل تمرين. لا طب مين السبب يعني؟ انت السبب. والله هذا السبب، حط الكام عليه ترى هذا هو هذا المصيبه. الله يلا بس الله يسامحكم، ما عندنا مشكله. وايش انا كمان السبب؟ كل شيء بنحط عليه الملابس، ملابس بعد برضه هذه انا السبب، تقدر تحط عليه انا السبب. كل اي شيء بنقال الان السبب على عبد الله يا جماعه. تفضل. اول وقت دخول الامس برضو المباراه، اي ابيكم تشرحون هذه يا جماعه، ابيكم تفهمون الناس ان في صعوبات قاعده تجينا يا اخوان. زي ايش؟ انت لو شفت وجه اشرف اصلا ما عرف ايش صار. ايش صار ابو عزوز؟ هو احسن واحد يحكي لك الحاله، لانه هو بدا التسخين، قالوا التسخين يبدا الساعه 12. اوكي. التسخين حق المباراه الحماء يحتاج وقت معين يعني محدد، لا يزيد ولا ينقص عشان تجهز اللاعب لبدايه المباراه. ايه. فجيناه هو بدا الحماء، جونا قالوا انه ترى تاخر المباراه، تاخرت ربع ساعه زياده. تفضل يا كابتن. انا زعلت قبل عشان سالت قبل، قلت متى بنبدا بالضبط؟ حلو. هل المباراه اللي قبل خلصت ولا لا؟ قالوا 12 الظاهر ونص او واحده بنبدا، يعني باقي لك نص ساعه. جهزت تسخيني، بديت معهم تسخين، اعطيتهم تسخين واشوف الفريق ثاني ما نزل، وانا شاك. ايه ماشي ماني مرتاح. فجاه بخلص انا تسخيني الا الفريق ثاني تو ينزل يسخن. ايه جو قالوا لي ترى المباراه تاجلت 20 دقيقه ونص ساعه. وهذا مضر انك تسخن قبل المباراه بنص ساعه، مضر اكيد، لاني انا رايح اريحهم لين تبدا المباراه، قبل ما تبدا بسخنهم مره ثانيه. تنشط العضله بعدين تنومها بعدين تنشطها. لا حتى حجم الملعب يختلف عن الملعب الرئيسي. يعني الملعب اللي كنا نتمرن فيه نص الملعب الرئيسي يعني. حتى النوع الارضيه وهذا يختلف. يعني امس من الاسباب مثلا البلنتي اللي ما حسب الالتون. ايه لانه كان يتمرن على المساحه، ملعب اصغر، ثلاث ثواني بلنتي، ثلاث ثواني كان. وفي الملعب طلعت خمسة ثواني، طلعت الحسبه التقديريه، وهذه تختلف. يعني بعض الناس يحسبون انها عاديه على التفاصيل الصغيره، لكن لا، التفاصيل اصلا الصغيره هي اهم شيء في الموضوع. بعطيكم مثالين. في اول مباراه ورامي استحضر لهم اللقطه، كان في 1 في 1 بين لاعبنا فاسورا ولاعب الفريق اللي ضدنا، واول ما لعبت الكره بالنص وبدا التايمر بالعد راح الحكم صفر وخذ الكره واعطاها الفريق اللي ضده. حد سال نفسه ليش؟ بسبب غلطه من الغلطات البسيطه اللي كان فيها الحارس متقدم برجل اليمين عن خط المرمى، فتقدم الرجل عن خط المرمى راح يحسب فاول وينعطى الكره للخصم. هذه اشياء احنا جدد ما نعرفها، فهذه تعتبر غلطه. واحده من الاغلاط وذكروها الان كابتن ياسر ان إلتون في الشوت اوت والسيكرت كارد يوم استخدمناها راح وسجل جول، ولكن كان في تايمر 5 ثواني ما انتبه له، تعود على الملاعب الصغيره. وهذا للاسف البطوله ما وفرتنا ملاعب بنفس مقاس الملعب الاساسي حق البطوله، فتفرق. والفتره الحاليه عندنا 3 ايام، عندنا 3 ايام نتعود باذن الله على الارضيه حقت الملعب، على التفاصيل الصغيره هذه. ودنا نسمع خطة بكرة إيش راح تكون دام اليوم أوف. بس التمرين بكرة. إيه. التمرين بكرة إن شاء الله أخطاء المباراة السابقة. حلو. تعديلها. بالعقال. إيه والله تكفى. أنا والله أنا مع أسلوب واحد، إنه واحد يشد واحد يرخي. تكفى محط. لا والله محط. شفت اللي سويته مع فرحان أمس حق الاحتفالية؟ يا جماعة فرحان مسجلين جول أمس 3-2 متقدمين، فرحان سجد. فرحان مبسوط سجد. هذا فش قال له؟ قوم وقت احتفالية تكلم روح نص الملعب. الرجال مبسوط يبغى ينبسط، وهذا هذا يدل على خبرة ياسر. لا اكيد الحمد لله انه موجوده معانا في الذكر. لا يقول السبب انه اذا عشان الخصم ما يسنتر يقدر يسجل وربعنا فرحانين يعني. صح. فاقرب واحد كان فرحان رجال الحل. فبنعطيكم تحديث ان شاء الله ايش بيصير معانا، وباذن الله على طلبكم بتعيشون معانا ادق التفاصيل وبتستمتعون. تبغى نسير بالخطه؟ لا لا تسير بخطه لا. اخواني الكرام، هذا اليوم الثاني بعد فوزنا في المباراه اللي كانت اول امس.
امس كان يوم اجازه يعني بعد الاجتماع اللي شفتوه خذينا اجازه، المدرب سمح للجميع انه ياخذ راحته، طبخنا وسوينا كبسه وغطيتها بالسناب وطهر لكم بعض اللقطات السريعه. الزبده عندي اخبار حلوه غير ان الشمس صافقه راسي الان، اسمعوا الاخبار الجميله اللي عندي لكم. اولا البطوله ولعت ولعت يا جماعه، الافريقيا تلعب بالدم، وخذوا الصدمه ان الافريقيا اللي نفس وضعنا من 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 قارات العالم مش من الدوري الاسباني او الامريكي ما حد فيها تاهل الا احنا. في الوقت اللي اكلمكم فيه ما في اي فريق جديد قدر يتاهل، ولكن اللهم لك الحمد احنا تاهلنا. يعني ايش بيصير يا جماعه؟ يعني اللي بيصير انه يوم الخميس مباراتنا اللي بتكون الساعه 1 الفجر، يعني فجر يوم الجمعه ويوم الخميس الليل، يعني ببدا بثي من 12 الليل الخميس، بتكون هذه المباراه هي المباراه التاهيليه، المباراة اللي بتأهلنا إلى الأدوار النهائية واللي فيها الزبدة، إما نحن نكمل جميلنا ونبيضها إما نحن نلقم. لكن إذا لقمنا الحمد لله، قال المدرب إنه يا أحمد ترى إذا خسرنا بيكون برضو عندنا فرصة، لأن إحنا فزنا في المباراة اللي قبل بيكون عندنا فرصة نعوض، بس قال لي ما أبغاك تقول للاعبين أي شيء عن هذا الموضوع، أبغاهم يلعبون كأنها خروج مغلوب عشان يلعبون بالدم ويحرقون. الآن الساعة 3:15 بجوالي، بعد 45 دقيقة راح يلعبون الفريقين اللي الفائز منهم راح نواجهه يوم الخميس، راح تكون هي المباراة المصيرية. وزي ما أنتم عارفين المدرب طلب في الاجتماع امس ان احنا نحضر المباراه ونشوفهم قدام عيننا عشان نعرف شو وضع الفريق اللي بنقابله. فالان انا والطاقم الاداري وابو عزوز راح نتوجه الى المباراه وبنشوفها مع بعض، وبنفس الوقت راح يلحقنا باص الفريق الى الملعب اللي اعطونا اياه الكينجز ليج اللي راح نتدرب عليه ونعالج اغلاطنا. فالى الان كل الاخبار حلوه وكلها تبشر بالخير. وبذكركم بشيء، تذكرون يوم قلت لكم يا جماعه ان البث والمباراه الاولى مهمه قدام العالم كله بيكون العين علينا؟ في بعضكم يحسبني قاعد ابالغ في الكلام، خلوني اوريكم كل حاجه سريعه. اول شيء وقت البطوله جيرارد بيكيه يوم شاف المشاهدات حقت البث وباقي مباراتنا ارسل لي رساله بما في معناها انه انت قاعد تمزح مستحيل. ومو بس كذا، بعد الانتصار الساحق كسرنا ارقام على مستوى العالم مو طبيعيه، على الجانب المحلي وعندنا في الشرق الاوسط تويتر انفجر انفجاره مرعبه، وعلى الجانب الستريمر واليوتيوبر الاجانب الناس كانت منصدمه من اداء الفريق. وبيطلع لكم كليب لاحد اكبر الستريمر واليوتيوبر الاجانب والمعروف بلعبه فيفا والبثوث اللي هو كاسترو. Sorry. Dude, the Saudi team is probably one of the best teams. Oh my god. Dude, the Saudi influencer that was watching his Kings League game had 500,000 viewers, chat. A half a million viewers. He was on kick.com or kick.tv streaming his games. Yo, dude. Saudi Arabia, the Saudi team has fucking ballers. شفت اللي قاعد يصير هذا كله بفضل رب العباد ثم بفضلكم، واعلم يقين عزيزي المشاهد ان اللي قاعد يصير الان ابعاده وفوائده على المدى البعيد والقريب راح تظهر، سواء على مستوانا احنا اليوتيوبر او حتى على مستوى الكوميونتي. يعني بكره لا تستبعد تشوف الكينجز ليج مسوين دوري في السعوديه، ويصيرون زي ما في لاعبين اجانب محترفين زي نيمار واغويرو وغيره، يصيرون في لاعبين سعوديين ويوتيوبر وستريمر سعوديين، مو بس سعوديين، من دول الخليج او شرق اسيا او العرب او افريقيا اي مكان. فاللي قاعدين نسويه والله شيء عظيم، ما راح اطيل عليكم، الحماس عالي والمعنويات مرتفعة عند الفريق كامل. الوقت يداهمنا يا جماعة الخير، الان راح نتوجه للفندق ناخذ المدرب والطاقم معانا، ثم على الملعب وبعدها على التدريب، واليوم حافل وكله عشان نتجهز ليوم الخميس. بسم الله. هذا الفندق يا جماعة اللي تشوفونه كله يلم لاعبين البطولة كاملين. وصلنا يا جماعة الخير الآن الملعب، المباراة بدأت وأنا ومساعد المدرب أبو صبري بسيارة وبيلحقون العيال بالسيارة الثانية، بس أبي نلحق عليهم لأن بدأت المباراة 1-1. فوتو يس فوتو نو بروبلم. فوتو. ثانك يو. الآن وصلنا المدرجات يا جماعة، الكوتش والمساعد حقه جالسين وبدأت الآن مباراتهم، خلص الشوط الأول 3-2. قاعدين يشوفون نظام اللعب والطريقة، والآن راح يلعبون 2v2 الفريقين هذولي آخر دقيقتين. الآن يا جماعة بيلعبون بريزيدنت بنالتي، رئيس الفريق بيشوت بلنتي، اللاعب الفريق الثاني بيشوت بلنتي، خلينا نشوف. الفريق الأصفر كويس مرة، 6-4 الآن بيكون في بلنتي. إخواني المباراة مرعبة، 6-6 الآن، تعادلوا الفريقين وراح يلعبون جولدن جول. الهدف الآن اللي يجيبه راح ينهي المباراة ويفوز. هدف ذهبي يا جماعة، ها؟
الهدف الذهبي بدأ الآن إخواني الكرام، اللي بيجيب الجول راح نقابله الآن وتنتهي المباراة، أما فريق إكسبيل أصفر أو الفريق الأحمر. مبدئياً كلعب كلهم كويسين بس الأحمر أفضل، الأحمر كتنظيم مع أنهم فريق جديد يعتبرون أفضل. إذا فازوا الأحمر بيعتبر ثاني فريق في وضعنا يتأهل لأدوار نهائية. متقاربين، انتهت المباراة يا جماعة، راح نقابل إكس بي رسمياً الفريق الأصفر. هذه اللعبة اللي لازم نسويها هنا الخميس يا جماعة. الآن بنروح للاعبين نجتمع معاهم. بسم الله مشينا يا جماعة. فارس تعال. مو طبيعي يا رجل. طبعا فارس يا جماعة اللي ما كان يدري، تعال هنا فارس. كان منوم صح لمدة 4 أيام بالضبط، والحمد لله على السلامة طلع لنا أمس. يا رب لك الحمد. فاتتك المباراة الأولى. حلو. شفتها مع عن بعد. بالضبط. لكن أقسم لك بالله. ايه؟ يا شعور ولذة الفوز إنه لا يقارن بأي شعور ثاني. والله. وأسأل الله إنك تذوقه. يا رب. الخميس يا رب. الخميس يا فارس. الآن بنروح لوين؟ وين؟ تدريب. تدريب. أنا تدريب. بسم الله. بسم الله يا رب. عن جماعة فارس كان مرقد لاسري تسأل عشان جت لومونيا والله ما أدري وشي بس حاجة في الرئة. نأخذ لقاء مع أحد المتابعين هنا والمشجعين حياكم الله. الله يحييك. طيب نلعب مع الفريق الأصفر عيال. الله يستر. والله إن كلهم متعبين. أنت شو رقم 10 عندهم؟ والله. يروح أحمد. يا عيال مسي هذا مسي. مسي حق مسي. وربي مسي. رقم 10. ربي الفريق كلنا بشرونا. التفاؤل. لكن بعلمك شيء. التفاؤل. تحب التفاؤل؟ لا لا أنا. المدربين يبغون الأصفر. اي قالوا لي المدربين يبغون اصفر. يا رب رقم اصفر. اشرف كان يقول في نص المباراه ان الفريق الاحمر افضل من الاصفر. افضل مهارياً. مهاريا. وش اللي افضل لنا احنا، يكون قابل اصفر ولا الاحمر؟ اتوقع الاصفر. الاصفر مع انه كلهم مميزين ترى مستواهم متقارب بس الاحمر بيكون اصعب في المهاره. اوكي ابو صبري، مع اكس بي الصفر ولا الحمر انت؟ لا والله صراحه الفريقين كويسين للامانه. طيب الاحمر مرتب كل في 3 لاعبين عندهم مهاريين مره، الاصفر بدنيا قوي دفاعيا قوي، عنده كم لاعب برضو يعني الفريقين 50-50 يعني. اوكي يعني متساويين متقاربين متساويين للامانه، وفوز بالحظ يعني هدف ذهبي صح. ترى يا جماعه ذي نسبه حظ كبيره. الجولدن جول جاب اخر دقيقه. متى يجي الجولدن جول؟ شرحناها اول. اذا النتيجه متعادله والدقيقه صارت 38 اخر دقيقتين اللي يسجل جول تنتهي المباراه. اما ان كان في احد الافرقه فارق عن الثاني بجول واحد راح يكون دبل جول لمده دقيقتين، اي بمعنى اذا النتيجه 4-3 وفي فريق جاب جول، اذا الفريق اللي عنده 4 أهداف جاب جول بيصير 6، واذا الفريق اللي عنده 3 أهداف جاب جول بيصير 5 وتنقلب النتيجه. فهمتوا كيف؟ لكن اذا تعادل فهو جولدن جول، اي بمعنى اللي سجل يفوز. عموما الان بنروح للاعبين، علمناهم ورسلنا لهم الرابط وبنروح نشوف شو وضعنا. وصلنا يا جماعه الخير الان الملعب اللي فيه كل الانديه والافرقه قاعدين يتمرنون. الصراحة مو نفس ملعب الصلاة اللي متعودين عليه عندهم، والأرضية على ما يبدو لي ما هي زرع نجيلة بس الحجم والمقاسات تعتبر عالية. وهذول هم التيم الآن متجمعين قاعدين يتجهزون. خلينا نروح لهم. السلام عليكم. يلا شباب يلا اليوم يومنا. كيف الحال؟ طيبين؟ الأشياء الحلوة إنه مباراتنا باقي لها يومين، فعندهم وقت يعالجون الأغلاط، يتدربون، يتعودون، والملعب نوعاً ما يعني مع إن الكرة بتطير كثير بس أحس زحمة، يعني هنا في تيم من الكينجز ليج برضو هناك في تيم من الكينجز ليج. برضو الجهة الثانية هنا في تيم الكينجز ليج، فالوضع كده تحسه زحمة مرة. بس أشرح الصراحة إن المكان هذا أشرح يعتبر. إيش الحلاوة هذه؟ إيش؟ الترتيب واللبس والتجهيزات. إيه لازم. اليوم وش عندنا؟ اليوم ننتظر أبو صبري اليوم بيتكلم، أتوقع يصلح بعض الأخطاء. حلو. المرة اللي فاتت. إيش وضع الأرضية؟ ممتازة؟ لا كويسة. مشي الحجم يا أخي. طيب أنا لاحظت إن اللاعبين ويوم رحنا اليوم لقيناهم لابسين أبو عزوز الدبابيس في الجسم. هل نبدا نغير زي هذه مثلا؟ لا هي على حسب راحه اللاعب، يعني اللاعب وش يريح في انواع من الجزم. إيه؟ ما تنفع. اوكي عندنا لعبتنا يزحلقون. المباراه اللي فاتت ناس كثار تزحلق بس قلت لك انا انتظر بعد التمرين نروح انا وياك ناخذ مقاسات ونروح. اوكي ونشوف اللي يحتاج واللي ما يحتاج ونجيب. ايوه بالضبط. حلو. وعليكم السلام. وير ار يو فروم؟ موروكو. انتم من المغرب؟ نعم مغرب. كيف حالكم؟ الحمد لله. انتم مع فريق اي بلده؟ بلده القرقديه. اللي شوف ها او هازارد ايدن هازارد حتى سوي ما صور 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 ايدن هازارد صور. هذول يا جماعه من التيم المغربي، مغاربه مشاركين مع فريق هازارد بلجيكي، فقاعد اسولف معاه. طيب تيم مغربي بس ما في تيم مغربي؟ ما كانش. بس في تيم عربي. نعم. احنا نمثل التيم العربي. طيب اسمع الحمد لله. ابي اسالك سؤال. التيم ان انجلش. اوكي وي ويل فيس اكس بي تيم ذا يلو تيم. اوكي ار دي بلاي اون اسبان اور ان امريكا؟ يو نو
which they are playing on? Us or your team? My team. Oh, your team is new. Yeah. You're not in the league. Yeah, yeah. Same like us? Yeah, same like us. Ah, هم مثلنا يا عيال. Do you qualify? Yeah, yeah, yeah. You win first match? No, lose. آه خسروا يا جماعة هم المباراة الأولى. غدا إن شاء الله. Against who you lose? بيلوتشا تيم مكسيكو. مكسيكو. أوكي أوكي. Good luck حبيبي. والله good luck إن شاء الله. تيم غارب لاحظت إن فيه بعد جزائرية بالتيم الفرنسي أسماء عربية. واحد اسمه محمد واحد اسمه عبد الله. جميل جميل شيء جميل. ما يدرون ممكن بكرة حنا نقفل صفقات على مستوى الوطن العربي كامل إذا صار الليج عندنا والدوري عندنا في الشرق الأوسط. هم طلعوا تيم جديد ما تأهلوا خسروا مباراتهم الأولى ضد فريق مكسيكي وهم من بلجيكا فريق هازارد. فكل التوفيق لهم. أما إحنا مباراتنا يوم الخميس بالدم بتكون قتالية. إن لو تأهلنا في مباراة يوم الخميس بنرتاح مرة. كور يا عيال كور 1 2 3 برافو 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 عيال برافو ايه فرحان وقت التعب مخك يوقف يكلج اذا كثرت عدد الخيارات تبلش في اللحظه يعني العب باص ولا اخذ يمين ولا اخذ يسار دائما حط في بالك عرفت الخيار اللي انت بتاخذه على طول برافو بس اعرف انا التعب ذي مع اي يعني الياقي اكثر هو محافظ على الكوره أوكي. ضغط واثنين ضد واحد اوكي اي المساحات الصغيره بس هذه فيها للنفس اكثر يتعودون يا جماعة 2 في 2 3 في 3 لأن هي أصعب حاجة الأهداف الكثيرة تجي باللحظات هذه طيب خلص وقتنا يا جماعة الخير في الملعب ولكن أبو عزوز ما قصر هو كابتن عبد الله قدروا يجيبون لنا ملعب ثاني بنفس المكان فبنستكمل اليوم كامل هنا نعدل أغلاط نتعلم أتوقع بيكملون ساعتين برضو زيادة بعدها بيكون ذا ايش؟ شوف من قابلنا رحنا قابلنا رحنا مباراة حنا صح؟ إيه؟ شفنا الفريقين تعال شوف هذا افضل لاعب عندهم رقم 10 الفنان الميسي حقهم شوف شوف هذا اللي بنلعب ضدهم هذا بيلعب هذا افضل لاعب عندهم شوف ايش قال احمد ايش يقول؟ يقول احنا الابطال في قبل سنتين قبل سنتين طيب اسمع كلهم يهايطون حتى رئيس النادي شوف هذا رئيس النادي حقهم مالك النادي كلهم يقولون احنا فايزين مضمون ما عليه الوعد الخميس ادخلني انزل الملعب الان خميس دربت على البنتيات احمد انا اي تكفى اي بتدرب ان شاء الله اكيد لازم اي والله لازم اتدرب والله لازم احمد انزل يبغى جزمه يبغى الكوتش وانا ابو صبري في يا جماعه بلنتي للبريزيدنت للرئيس فلازم اتدرب على بلنتيات الرئيس عشان احتمال انزل الملعب اشوت بس بسويها ان شاء الله اليوم باذن الله اسلم ابو صبري الرئيس لازم يشوت بلنتي يا شباب فاحنا اليوم راح نعطي ابو حميد الله يستر تمرين بلنتيات ضد هذا هاويلي برازيلي يا الله ليش بدون لامبو ابى احاول والله جول بليز لامبو ابو صبري ترى والله بحاول انا ماني لاعب كوره ضيعته معليش لا تك لا 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 قول رجيني تعال هنا لاني طرق طيب ابو صبري احط بزوايا ولا انا يميني حط هذا عكس كذا تمام خلي يلعب خير يخوف يا عيال يخوف مقفل الباب كله صح ايش تسوي ناظر الزاويه اليمين واضربها اليسار ما جاك علي ما جاك علي بس ايوه سدوا اي ام ذا بريزيدنت اجين اجين ون مور ون مور ون مور انت ايش قلت الهوبه في المباراه سقطها سقط هذا شلون شلون ابو صبري تكفى سقط انت تقول سقطها سقطتها ايوه اوكي هذا اللعب احمد اوكي لاعب مفوز
احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا العرب التاريخ والمستقبل، احنا الثقافة والحرب. اوكي 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 طيب فاموس وحش وحش ما شاء الله ما شاء الله، اذكر الله عليه يا جماعة، اذكر الله جوال. هذا هو آخر تمرين بيكون اليوم، وهذا ممكن تكون آخر دقيقتين تعرض لكم في المقطع، وفيها راح نوجه رسالتين. الأولى بتكون للاعبين، أبو عزوز عنده كلام بيقوله، وأنا عندي كلام بيحمسهم معنوي جدا. الكلام الأهم عندي، الأهم الكلام. بعد مناقشات وكلام كثير قلت لازم أسوي الشيء هذا بيفرق، وأبو عزوز يعني وجهنا وقال صح يفرق. بخصوص تدريب اليوم، هو تدريب إيش أبو عزوز؟ هذا تدريب التدريب الختامي لمباراة بكرة. حلو. دائما ما يكون فيه يكون ترفيهي أكثر، تركيز على الكور ثابتة، بعض التحركات اللي يطلبها المدرب من اللاعبين تطبق، ولكن الطابع العام على التمرين يكون خفيف يعني عشان تجهيز ان شاء الله للفريق مباراه بكره ان شاء الله. فالان راح نجمع اللاعبين ونعطيهم كلام، نحاول نحمسهم مره ونرفع من معنوياتهم، لان اليوم اللي بينزل فيه المقطع هذا هو يوم المباراه. فخلاص الان ما عاد في مزح، البطن عندي بدا، تعرفون انتم الشعور. بالنسبه لمباراه بكره، it's like final, each game it will be more difficult than the first one. The first game we win by spirit. This time we want to win spirit with tactical, with the talents as a team. You understand what I mean? We have to be, we have to destroy them from the beginning. Last game we won, right? احنا فزنا اخر مرة، ولكن فزنا 3-2 وفي اخر الوقت، والمباراة كانت صعبة علينا في اي لحظة، كان ممكن احنا نخسر المباراة. كانت اول مباراة، الضغوطات، اول مرة الفريق يلعب مع بعض، ولكن قدرنا نتجاوزها. مباراة بكرة ما اعتقد في اي عذر، وزي ما قلت لكم المباريات هذه ما تحتاج بس لاعبين كرة قدم، تحتاج رجال قبل انهم يكونوا لعيب. ابو حميد عنده كلام. Thank you all. Thank you for you guys. When I come with ان شاء الله good news for you، عشان يتحمسون وعشان يتشجعون اكثر اللاعبين، وعشان مباراة بكرة انا مؤمن فيكم، وادري انكم راح تعطون العطاء الكامل. راح أعطيكم أخبار جميلة، good news إن شاء الله. بإذن الله بكرة المباراة راح يكون فيها بونس في حال الفوز، والبونس حق المباراة راح يكون لكل لاعب هنا في حال الفوز $3,000. Now you are happy? ها تياغو. But if we lose, we will take from each one $3,000. So guys, I don't know from where you take it. Tomorrow, all of us, we're gonna fight. Fight. No mercy. And remember, this is only the second match. Will be the third match. Round 3, round 16 and 18 until the final. بالتوفيق and thank you so much. Tomorrow, inshallah. يلا ترينك ليك يلا. يلا. يلا كل العوامل حريصين عليها. بتوجيهات ابو عزوز ما قصر، حرصنا اللاعبين يكونون متحمسين، يبغون يدخلون بالدم. البطوله ترى جائزتها يا جماعه $1,000,000، حاجه كبيره، فاحتاجهم على نفس الرتم من الحماس طول المباريات ان شاء الله. نبي نوجههم على موعد المباراه. متى المباراه بتكون يا ابو عزوز؟ مباراه ان شاء الله بتوقيت السعوديه الساعه 1 في الليل، فجر الجمعة. فجر الجمعة بنحط لكم احنا من خلال حساباتنا، حسابات باور، حسابات احمد، حساباتي، بنحط لكم ان شاء الله الروابط ان شاء الله. ولازم يعرفون هم مهمين طبعا، دعمكم يا جماعة مرة مهم. الدعم اللي حضروا البث حقك خلوا الناس كلها تلتفت منهم، هذول عرب واجانب، واللي كان في البث حق احمد نعرف انه ان شاء الله المباراة الجاية انه دبل ان شاء الله باذن الله. باذن الله يا جماعة دعواتكم معنا ان شاء الله. نحتاجكم، نحتاجكم اليوم يا اخوان كلكم، الساعة 1 توقيت السعودية فجر يوم الجمعة، هذه المباراة إذا فزنا فيها راح نتأهل إلى أدوار نهائية، دور 16، ربع نهائي، نصف نهائي، النهائي. بخصوص الدعم يا جماعة، المباراة الماضية أنا سويت حركة معاكم في البث المباشر، وقلت إنه أفضل لاعب بالمباراة بتقييمكم راح ياخذ جائزة خاصة فيه اللي هو MVP، ولكن بعد توجيهات أبو عزوز ولإرضاء الجميع بيكون البونس على الجميع. صح إن الميزانية كبيرة، بس أبغاهم يقتون، أبغاهم يتحمسون. والله يا جماعة إني حاط كل التركيز بالتشريف في البطولة هذه، وقفتكم معانا تفرق مرة على الصعيد المحلي وعلى الصعيد العالمي. المباراة الأولى كنا حديث العالم، والله مش قاعد أضخم بالكلام،
ولا قاعد ابالغ فيه. صح ان مباراه اليوم متاخره والساعه 1 الفجر، ولكن الخميس وان شاء الله ناويكند عندكم باذن الله انكم بتكونوا موجودين. الرابط تحت راح تعرض المباراه وتنقل في حسابي بكيك نفس المباراه الاولى. وبكل بساطه بحط لك رابط في الوصف تحميل التطبيق، كل اللي عليك تنزل على الوصف تلقى اول رابط بالوصف مكتوب فيه كيك، تضغط على رابط الكيك اللي ظهر امامك زي المقطع سواء من الجوال او من البي سي، راح ينفتح معك موقع كيك. بعد ما تحمل التطبيق بكل بساطه سو ساين اب او سجل عن طريق جوجل بإيميلك والباسورد وصلى الله على محمد. انت كده خلصت. وعشان تتابع قناتي اكتب في البحث SXB ثلاثة حروف، اذا كتبتها في البحث راح تطلع لك قناتي. اضغط على علامة الفولو واول ما نبدأ البث بيجيك الاشعار. ابحاول ابدالكم قبل المباراة بنص ساعة وربع ساعة ما ادري. ففي نفس اليوم اللي بينزل فيه المقطع اللي هو الخميس مباراتنا بتكون بنفس اليوم الساعة 12 ببدأ البث، 1 فجر الجمعة اللي هو بعد منتصف الليل يوم الخميس بتبدأ المباراة بإذن الله تعالى. الرب يكتب لنا الفوز والله يسرها ونقدر نرفع الخفاق الاخضر. ودعناكم الله ونشوفكم يا جماعه في البث. تاكد انك مسوي لك حساب وضاغط على اسمي ومسوي لي فولو. وفي الختام يا جماعه استودعتكم الله ونراكم اليوم باذن الله. ثمان الكريم.